السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع برج بارريج لنقف على الأشغال نتاع ربط مدينة برج بارريج بمدينة المسيلة بخلق طريق ازدواجي من النوع الثاني، يعني زوج أروقة في كل اتجاه زائد شريط نتاع الوقت التوقف الاضطراري، وكذلك كل هذه المشاريع اللي مهمة جدا سوف تفك العزلة عن يعني عديدة من القرى والمداشر جنوب ولاية برج بارريج. إذا نترككم تتابعون هذا المشروع الهام جدا في إنشاء طرق مزدوجة من النوع الثاني في الجنوب، يعني في منطقة الهضاب العليا. إذا نترككم تتابعون هذا التقرير الهام من ولاية برج بارريج، والسلام عليكم. ازدواجية الطريق الرابط بين راس الواد وتكستار الذي يسمح بربط المنطقة الصناعية الرماين بالطريق السيار الشرق غرب، مشروع آخر لا يقل أهمية استفادت منه برج بارريج. كذلك استفادت الولاية بازدواجية الطريق الوطني 42 على مسافة 9 كيلومتر. هذاك الأشغال في طور الانطلاق، كملنا كاع الإجراءات، الأشغال في طور الانطلاق بمبلغ مالي يقدر ب 150 مليار سنتيم. هذاك المشروع الثاني سيربط برج بارريج ببرج غدير الى نهايه ولايه المسيله وولايه باتنا في باريكه. في الافق كذلك تسجيل عمليه هامه وهامه جدا، هي الطريق الاجتنابي بل ربط الطريق السيار شرق غرب بمدينه برج بارريج عن طريق انجاز محول اليشير. هذا المشروع خصصنا له غلاف مالي 210 ملايير سنتيم. نحن في الاجراءات المتقدمه من اجل في إنجازه. في نفس السياق كذلك عندنا دراسة على وشك الانتهاء، الطريق الوطني 45 الذي ينطلق من برج بارريج باتجاه المسيلة أيضا، نحن في نهاية الدراسة من أجل إنجاز شغل ازدواجية نتاعو. كل هذه المشاريع من شأنها المساهمة في حل مشكل الازدحام وتسهيل حركة المرور، خاصة وأن المنطقة تعرف نشاطا تنمويا متسارعا بفضل المناطق الصناعية.